لما قلت لكم علي معلول حط الزغلول، بس مش الزغلول بتاع الأهداف، زغلول زغلول في المخ للهبيدة والكذابين والهقصين. مين أول واحد في مصر من شهور أنا علي معلول خلص؟ قلت لك بعد أفريقيا هيمضي منين؟ أنا قلتها لك حرفيا، منين ما علي معلول يمضي يمضي، لكن لو ما استمرش في الأهلي أنا هبطل إعلام. شفت التحدي وصل لفين؟ قلت لك منين ما يمضي يمضي، لا يعنيني الوقت، لا يعنيني الوقت، يمضي السنة دي، يمضي بعد شهر، يمضي بعد أفريقيا، يمضي بعد التاسعة، يمضي بعد العاشرة، يمضي مش عارف بعد مين، منين ما يمضي يمضي، منين ما يمضي يمضي. لكن قلت لك إيه في الأهلي؟ قلت لك إيه الخلافات طفيفة؟ قلت لك إيه؟ قلت لك مشاكل لا تذكر. قلت لك إيه؟ مفيش عروض قطرية، كلها جايص وفي الفنكوش. قلت لك إيه؟ علي معلول شاري الأهلي، والأهلي والخطيب شاريين علي معلول. قلت لك إيه؟ اللي قاله لك الأستاذ أحمد السيد. أحمد السيد مرة عجبني، قال لي يا كابتن عايز أقول لك على حاجة، علي معلول مش هيمضي ولا هيعلن، ولما يمشي من الأهلي يبقى إحنا كدابين. النهاردة بقى من حقنا إن إحنا نقول للهبيدة خيرها في غيرها، خدتوا الزغلول. اسمها ايه؟ عبد الناصر زيدان حط الزغلول. ده زغلول، ده ما فيش غيري في مصر، انا واحمد السيد اللي انفردنا بالموضوع ده وهربنا الدنيا كلها، فمن حقنا بقى ندلع نفسينا ونقول ايه؟ ونقول برافو، ونقول برافو. اعلن الاهلي رسميا، اهو اعلن رسميا الاهلي ان علي معلول وقع فجر الاثنين، وقال التفاصيل وهناخدها من الأستاذ أحمد يعني، ولكن يعني 1,250,000 دولار السنة الحالية 2021 2022، و22 23 بنفس القيمة، والسنة الأخيرة هتكون 1,300,000 دولار تزيد 50,000 دولار عن السنتين الأولانيين 2021 22 و22 23، وتبقى سنة 23-24 1,300,000 دولار. وكده يبقى علي السنة دي وسنتين ونهاية عقده 24، موسم 23-24، يعني دوري 24، صيف 24. أستاذ أحمد السيد مبروك، ومن حق إن أنا هنيك على جهد شهور ورهان على انفراد ظل يكذبه الهبيدة والكذابين لشهور. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا، وبحييك وبحيي كل الناس الجميله اللي بتتابعنا في كل مكان. يعني الحمد لله موضوع علي معلول خد مننا روايات وحكايات. خيط انت وما سبتهوش، رغم يعني وصلت لدرجه معاك اقول لك يا احمد يبقى معقول الناس دي كل، وانت تقول لي لما ما يمضيش في الاهلي انا المسؤول، لأن الموضوع كان محسوم. وعارف يا عبد المنصر، يعني حتى لو كان وارد فكرة أو فتح باب إن في عرض ممكن يجي في أي وقت فاللاعب هيوافق عليه أو النادي هيوافق عليه، لا ده حتى الباب ده كان مقفول. يعني حتى باب أو فكرة وجود عرض مالي مغري يتم السماح ليه للاعب يعني رحيل، ده أمر كان مقفول. كل الفترة دي ما هو إلا علي معلول، بما أنا بوضح الموضوع بمنتهى البساطة، علي معلول قايل للنادي الاهلي انا شاري، والنادي الاهلي قايل لعلي معلول انا شاري، وبالتالي خلاص الاثنين من الطرفين متفقين ان اللاعب مكمل، والاهلي طبعا بالنسبه له علي معلول قيمه وقامه، فخلاص الموضوع الملف منتهي. ده هو الا مساله وقت، طب سنتين، طب سنتين ونص، طب نزود 200,000 300,000، حاجات مش هتاثر في المجمل، وفي الاخر انت متفق مع اللاعب واللاعب موافق معاك مفيش مشكله يعني. والامر ده كان محسوم من قبل حتى كاس العرب، واتكلمنا من شهور وقلنا الموضوع منتهي، هو بس النادي الاهلي بيشوف التوقيت المناسب وامتى الموضوع يتم حسمه بشكل واضح، وقلنا باقي خلاص مجرد ايه، يلا نمضي يلا نمضي والموضوع ينتهي. وبالفعل ده اللي حصل في الساعات الماضيه، ان علي معلول جدد بالفعل يعني عقده مع النادي الاهلي. احنا بنتكلم جدد يعني مضى العقد اللي كانت باقيه، انه بيمضي التعاقد علشان يتم يعني ارسال نسخه لاتحاد الكوره وكل هذا الامر يعني. ولكن في النهايه
علي معلول قال ناس كلام كتير 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 عن الاستاذ عبد الناصر خلال الايام الماضيه والشهور الماضيه، وتقال ان في عروض مغريه من العين الاماراتي وعروض مغريه مش عارف منين و و و وفي النهايه يعني يمكن حتى النادي الاهلي لو بتكلم بشكل رسمي حتى هذه اللحظه لم يعلن بشكل رسمي، لكن في النهايه الموضوع منتهي من شهور، ومنذ يعني يمكن ساعات علي معلول مضى خلاص بقى بشكل رسمي عشان يوثق يعني العقود $1,000,000 سنويا، العقد بتاعه هيترفع لمليون وربع مليون دولار، ويبقى يكمل السنتين الى نص سنه وسنتين كمان، معلول 31 سنه، خلص كل الامور، مضى اتصور سافر تونس على طول عشان ينضم لقائمه المنتخب التونسي المشارك في كاس الامم الافريقيه، عشان فيلم علي معلول اللي كان بيزعج البعض يتقفل تماما يعني. طيب، ويمكن علي معلول واحنا بنقفل ملفه برضه تماما بتاع التجديد، اهو نزل صورتين رسميتين، ولكن هو نزل صور بطريقته الخاصه، مش بالتيشيرت ولا مع امير توفيق، لا مع زوجته، مع شعار النادي الاهلي وزوجته، صوره اهي قدامكم مع زوجه علي معلول ومع شعار النادي الاهلي، وصوره تانية لزوجته مع طبعا روحه زي ما بيقولوا، لان انا شفت ده، لان كذا حفله احضرها ويكون موجود علي معلول ومعاه كوكو، فكريم ابنه او كوكو يعني كل حياته، فكان الاحتفال اسري، صوره علي معلول وزوجته مع الشعار، وصوره الشعار مع زوجه علي معلول وكوكو. ده كان بمثابة الرسالة اللي وجهها علي معلول يا أبو حميد للأهلوية بعد توقيع الفجر الرسمي. بس أنا مش ناسي الحلقة اللي انت قلت فيها الأهلي مسافر نهاية أفريقيا لكايزر تشيفز، وبأكد لك أن علي معلول تبقى أن يوقع على العقود، وقبل كايزر تشيفز كل شيء انتهى مهما طالت المفاوضات. صح، وده كان امر منتهي خلاص بقى، الطرفين اتفقوا والموضوع انتهى. الاهلي بس زي ما انا قلت لك، فاكر لما قلنا السوليه هيتم الاعلان في التوقيت المناسب، وصلاح محسن في التوقيت المناسب، وعلي معلول في التوقيت المناسب، هو الاهلي بيختار التوقيت المناسب. تمام. كل الامور اللي فاتت دي كانت ما هي الا تفاوض، لكن في اطار الاثنين محددينه، وقد تم واللاعب مضى بشكل رسمي.